أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل سحر عن زوجته أي مربوط عنها، هل يذهب إلى الدجالين لفك هذا السحر أم ماذا يفعل؟ هذه مسألة يسمونها مسألة فك السحر، هل يجوز أن يفك السحر بسحر مثله؟ هذا ما يسمى بالنشرة، وهي حل السحر عن المسحور. لا يجوز أنه يحل السحر بسحر مثله، ولا يجوز يذهب للساحر، ولكن السحر يعالج بالأدوية المباحة، ويعالج بالرقية الشرعية من القرآن ومن السنة والأدعية الشرعية بإيمان ويقين، والله جل وعلا قريب مجيب، فلا يذهب إلى السحرة ولا يعالج عندهم ولا يحل السحر عندهم. لا يحل السحر إلا ساحر، ما يجوز هذا.